بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحت العنوان Editing Audio. أنا عندي أوريدي مقطع مضاف يا جماعة، بدليل الرمز بتاع السبيكر موجود أهو، هضغط رايت كليك عليه وأقول له معايا بريفيو، معايا أوديو إيديتور. نفس الفكرة زي ما كان عندي فيديو إيديتور فأنا عندي أوديو إيديتور بنفس القصة بالظبط. أنا ممكن دلوقتي على طول أبتدي أعمل ريكوردينج، أو ممكن أبتدي أعرض الريكورد التسجيل اللي أنا كنت مسجله من شوية، اللي هو إحنا كنا لسه مسجلينه في الحلقة اللي فاتت. هو هيبتدي بعد شوية وبكده هو بيبتدي يعمل ريكورديشن. طول ما الخط ده بيروح يجي يبقى أنت نفس المشهد يا جماعة. طبعا بسيف وفنش، وممكن اعمل كات وكوبي وبيست، لكن المفروض اعمل سيلكشن لحاجة معينة، وممكن اعمل امبورتيشن لملف والاكستنشنز كلها طبعا مدعومة، اجيب ملف من بره ممكن اعمل امبورت على المشهد ده، الحتة ديت ممكن اعملها ديليت، ممكن اعمل كروب ليها بشكل مستقل، ممكن اعمل سلايس باني اضيف مكان الحتة ديت مكان فاضي على سبيل معالجة الاخطاء يعني، اوراجا في سيلكشن وابتدي اقول له لاي سلايس مدته مثلا ثانيتين، خلينا ثانية واحدة بس، هبتدي افصل ما بين الاثنين بسلايس او زي فاصل زمني مدته ثانية واحدة بس، ومعايا الفوليوم لو انا عايز اعمل كنترول في الفوليوم اعليه او اوطيه، معايا شغل عشان ابتدي اعرض المشهد كله بشكل كامل، ومعايا زوم سيلكشن لو انا ضغطت وابتدي اعمل زوم على الحته ديت بس عشان احاول اعالج اخطاء فيها، او لو خلصت الفكره بتاعي ابتدي اعمل شو اول عشان يرجعني المشهد بشكل كامل. وما ننسى طبعا البوزيشن، انت موجود فين بالظبط، التوتال ديوريشن، الوقت الكلي للمقطع بتاعك، البيجين بتاعك امتى، الاند بتاعك فين، الوقت بتاع الوقت بتاع الحته اللي انت عامل لها سيلكشن. بعد ما بتبتدي تخلص طبعا بتبتدي تقول له سيف اور كلوز، ومعاك لو ما انتشت على حته معينه ممكن تقول له فايل اكسبورت تطلعها بره البرنامج، او ممكن تعمل فايل امبورت اور كلوز طبعا لو انت عايز تلغي القصه ديت. الايديتور ده بسيط لكن قوي بصراحه، وبيوفر عليك حاجات كتير من بره، بيوفر عليك ان انت تسجل في برامج تسجيل بره، وبيوفر عليك مكساج في برامج مكساج بره، اي نعم امكانياته ضعيفه لكن جيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.